السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه السلسلة الكريمة الميمونة المباركة مع سلسلة كنوز. هذا البرنامج كنوز الذي نتناول فيه في كل لقاء ما خف عمله من الطاعات وعظم عند الله جل وعلا أجره من الحسنات. كنوز في ديننا، تعمل عملا بسيطا ليس صعبا عليك، وتؤجر به عند الله جل وعلا أمرا أو أجرا كبيرا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال فوق الوصف. وهذا هو لقاؤنا الرابع الذي عنونت له بعنوان بكل مؤمن حسنة. سؤال، هو كم مؤمن عاشوا على ظهر الأرض؟ دلوقتي عدد المسلمين في الأرض قد إيه؟ 1.5 مليار؟ 1.75 مليار؟ مليار وثلاث أرباع، يعني 1750 مليون مؤمن. طب والمؤمنين اللي جم قبل كده كانوا كام؟ إلا أيام النبي عليه السلام، وأيام سيدنا موسى، وأيام سيدنا إبراهيم، وأيام سيدنا نوح، وأيام من أوام سيدنا آدم، في كم مؤمن ربنا خلقه؟ لا لا، وفي كم مؤمن من الجن؟ في كم مؤمن من الجن إلا أعدادهم فوق البشر بما لا يوصف. طب وكم في كم مؤمن من اللي ربنا خلقه عموما؟ في كم مؤمن ربنا خلقه؟ أنت ممكن بعدد المؤمنين دول تاخد حسنات، بعدد المؤمنين دول تاخد حسنات. يعني لو في 1 تريليون مؤمن تاخد بكلمة، يعني عمل بسيط اهو، بكلمة تاخد 1 تريليون حسنة. بكلمة بكلمة، النبي قال ذلك، إن العبد في الصحيحين، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله بها في الجنة درجات. يعني ممكن كلمة ربنا يرفعها بها في أعلى الجنان بكلمة. طب إيه هي الكلمة اللي معنا في هذا اللقاء اللي أنت تاخد بها بكل مؤمن ومؤمنة حسنة؟ اسمع هذا الكنز كما روى الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر، استنى يعني استغفر، من استغفر يعني قال استغفر الله، دي صعبة؟ لا خالص، بس هنقولها بقى للادي بطريقة تانية. من استغفر يعني قال يا رب اغفر لي، دي صعبة؟ بس هنقولها المرة دي بطريقة تانية، العبادة البسيطة بقى، الكنز للنهاردة، الكنز للادي. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني ما تحبش نفسك بس، مش النبي اللي قال لنا ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أنت تحب أن ربنا يغفر لك؟ طب ما تحب برضو أن ربنا يغفر لبقية المؤمنين؟ طب لما تقول رب يا رب اغفر لي، طب ما تخليها للكل، أنت خسران حاجة. قول يا رب اغفر لي ودي المؤمنين والمؤمنات، قول أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. صعبة؟ مش صعبة أبدا. لما تقول أستغفر الله لي ولكل مؤمن ومؤمنة، أستغفر الله لي ولكل عبد صالح، صعبة؟ مش صعبة. لما تيجي تدعي ربنا تقول اللهم اغفر لي ذنوبي، قول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خد من سيدنا إبراهيم وتعلم منه حين قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ربك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما يخفي وما ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اغفر لي. ده كان سيدنا إبراهيم قال في الآخر إيه؟ ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لما تقول الكلمة دي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لما تقول ربنا اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات دي صعبة، عمل تقيل مثلا على اللسان، انت نفسك ربنا يغفر لك، بتحب برضه ربنا يغفر للمسلمين كذلك، بس من الصعبة أبدا. أهو كل مؤمن ربنا خلقه سواء حي أو ميت، الأحياء منهم والأموات، وكل مؤمنة ربنا خلقها حية أو ميتة، الله يعطيك بعدد هؤلاء جميعا عن كل واحد حسنة. مش بقول لك كنز، كنز من كنوز سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، مع إنه عمل بسيط بس عظيم عند ربنا. عارف ليه عظيم؟ عارف العمل اللي بسيط، الكلمة ده البسيطة ده اللي قلبك وانت بتحب الخير لكل المسلمين والمسلمات، عارف العمل ده عظيم عند ربنا ليه؟ لأن الله جل وعلا يربينا على روح الجماعة، يربينا على روح الجماعة. إنك لما ربنا يكرمك بخير أو تطلب من ربنا خير، حبه لغيرك من المسلمين، حبه لغيرك. عشان كده وانت بتقول التشهد كما ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود تشهد المعروف، وانت بتقول التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انت بتسلم هم السلام عليك أيها النبي في أجر سلام، تسلم على النبي، لا اسمع بقى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كأنك بتقول السلام عليكم، بتقولها لكل عبد صالح، السلام عليكم 10 حسنات. طب لو انت قلتها على كل عبد صالح، السلام عليك يا سيدنا موسى، السلام عليك يا سيدنا عيسى، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا خالد، السلام عليك يا فاروق، بتسلم على كل عبد صالح، لا لا السلام عليك يا جبريل، السلام عليك يا ميكائيل، لا لا السلام عليك يا مؤمن الجن، السلام عليك. بتسلم على كل مخلوق صالح ربنا خلقه، تضرب 10 في عدد المؤمنين اللي ربنا خلقهم، في عدد المسلمين اللي ربنا خلقهم، في عدد عباد الله الصالحين اللي ربنا خلقهم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلق على هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصيب بدعوته، لما تقول أستغفر الله للمسلمين وأستغفر الله لكل عبد صالح، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث التشهد ده فإنه يصيب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والأرض، كل عبد صالح. طب هم عباد الله الصالحين عددهم قد ايه؟ ما تعرفش، ما تعرفش. اضرب عباد الله الصالحين عددهم بحسنة في كل من تستغفر له، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، ذلك لأن الله يريدك، ده عمل صالح. لما تحب الخير للمسلمين ده أكبر عمل صالح ولو كان بسيط، ده من أعظم الأعمال التي يعطيك الله جل وعلا بها مليارات المليارات من الحسنات، وإن كان عملا بسيطا لا يأخذ منك إلا أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، كما دعا نبي الله موسى وغيره، دعا نبي الله نوح وغيره. سيدنا نوح قال في آخر سورة نوح إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، بيدعي ان ربنا يغفر له ولمين؟ وللمؤمنين والمؤمنات. حين يريد الخير والمغفرة والتوبة والعفو من الله جل وعلا ينزله الله، هو بيدعي كده ان ينزل الله المغفرة على كل مسلم ومسلمة وكل عبد صالح وكل مؤمن ومؤمنة، يعطيه الله جل وعلا بكرمه في كل عبد صالح او كل مسلم ومسلمة أجر حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لأن الله يريد من قلوبنا أن تحب الخير لغيرنا. عشان كده لو حضرتك وقفت تصلي قيام الليل عشان تعرف روح الجماعة بقى، وقفت تصلي قيام الليل، يعني إيه قيام الليل؟ يعني بتصلي لوحدك في أوضة لوحدك، الباب مقفول عليك، محدش شايفك ولا حد سمعك، وبتصلي أنت لوحدك وبتقرأ سورة الفاتحة، تقرأ سورة الفاتحة، تقول إيه؟
تقرأ في سورة الفاتحة تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ها قول، تقول إيه؟ تقول إيه وأنت بتصلي لوحدك؟ خلي بالك، تقول اهدني الصراط المستقيم ولا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ آه صح، اهدنا الصراط المستقيم. طب اهدنا إزاي وأنت بتصلي لوحدك؟ لما تقول اهدني، لا لا لا، حتى لو لوحدك، الله جل وعلا يريدك أن تحمل هم إخوانك، يريدك أن تحب الخير لإخوانك المسلمين، يريدك أن تدعو لهم بالمغفرة كما تدعو لنفسك، يريدك أن تحمل هم هدايتهم كما تحمل هم هدايتك. اهدنا الصراط المستقيم، حتى لو كنت لوحدك تدعو كذلك لغيرك. الإحساس ده، الروح ده، إنك تريد الخير بالمسلمين من أعظم الأعمال عند رب العالمين. عشان كده يا أخي الحبيب، وانت جاي المسجد رايح تصلي، هتلاقي شباب مسلم، أنا بنزلك الحديث عمليا بقى اهو، هتلاقي شباب مسلم واقف على نص ما بيصليش، واقف يبص على البنات. وانت رايح المسجد هتلاقي شباب مسلم قاعد على القهوة بيشرب جوزة وبيشرب سجاير وبيلعب ضمنة وبيلعب طاولة، بيعصي الله، وانت رايح تطيع الله. ليه ما تحبش الخير له؟ يعني ايه يحب الخير له؟ ما انا بحب الخير له. لا ده ترجم بقى، عادة عملي. تعمل ايه وانت رايح المسجد؟ تقول له تعال صلي معانا، ربنا هيكرمك وهيغفر لك وهيديك فلوس وهيجوزك وهي، قول له كلمتين بساط، ما هي الصعبه، لتريد له الخير كما تريده لنفسك، لتحب له المغفره كما تحبها لنفسك، لتاخذ بقلبي الى الله كما تاتي انت بقلبك الى الله، تحب الخير للمسلم، تتمنى المغفرة لكل مسلم، يعطيك الله جل وعلا بسؤالك هذه المغفرة لكل مسلم بعدد المسلمين حسنات، حسنات فوق الوصف، فوق العد، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، إن أنت حملت الخير لكل مسلم. كتب الحديث وعلقوه على المساجد وعلقوه في الطرقات عشان تنشروا هذا الخير للناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني من حديث عبادة وحسنه الألباني: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.